السلام عليكم. شوبير ديزات كالعادة معكم. اليوم غادي نتكلموا على البطولة الإسبانية، البطولة الإسبانية اللي شاهدنا بزاف فيها بزاف مفاجآت، فيها فرق كبيرة، فرق صغيرة، فرق اللي تنتج لاعبين وكما يقول لك تصدر لاعبين. حنا اليوم غادي نتكلموا على مقابلة تاع ليفانتي مع إبرا. ليفانتي خاصة إبرا اللي غادي يتنقل للفريق تاع ليفانتي، وليفانتي كما نعلم راه في منطقة الخطر اللي يحوس بأي طرق بأي كما يقول لك يحوس يلعب من أجل 3 نقاط. وكما نعلموا إبرا السنه اللي راه في وسط الميدان، اللي في وسط الترتيب العام تاع البطوله الاسبانيه، سمحوا لنا راه في وسط الترتيب العام، يحوس كيفاش يكسب نقاط ويزيد كما يقول لك افونسي لقدام، يلعب الادوار الاوروبيه. هو كيما كان خاصو 6 بوين ولا 9 بوين يلعب الادوار الاوروبيه. ليفانتي اللي السنه راه يفوت في فتره صعبه، فتره اللي كيما يقول لك فتره فارغ اللي السنه رانا نشوفوا فيه، راه يلعب من اجل البقاء، خاصه راه في المرتبه كيما يقول لك مرتبه خطيره، مرتبه يحوس باش يخرج من منطقه الخطر. هذو هما الفرق اللي كيما يقول لك فرق يشوفهم في هذه المراتب، ماشي نقولوا بلي فرق ما يعرفوش يلعبوا بال ولا ما عندوش مستوى ولا. هذه هي اسبانيا فيها فريق لازم تجيب لعابه، لازم من تنيغوسي مع لعابه تجيب لعابه ملاح، خاطش عليه في اسبانيا فيها كره قدم. اسبانيا اللي يلعب في اسبانيا يلعب بالو، ماشي كيما تاوعنا لهنا تسيبو يهدر في ماندي ولا يهدر في الحسن مادي ولا يدير كيما هكا، ما كاين والو. لا كيلعب في اسبانيا كاين بلاصتو في ليكيب ناسيونال ويلعب تيتيلر، اللي يلعب في اسبانيا كاين بلاصتو. هذه هي وربي يحفظكم وصحيتو.